بذا المقطع آه راح أشرح آه لكم الاشياء اللي انضافت او الفينتات وبشرح لكم كيف تحصلون هدايا حلوه ان شاء الله فيا ريت اذا تجيني بالقناه لا تنسى تحط لايك واشتراك ولو من انك تفعل زر التنبيهات عشان المقاطع الجايه راح تكون مره خرافيه فيلا طول العمر ما بدي اطول عليكم خليكم مع المقطع اول شيء جماعه بنبدا بالدراكون فيستر انا قد نزلت مقطع شرحت به هذا الدراجون بس ما كان فيه اللي هي العجلة الدوارة او السبين فمعظم الناس راح تواجه مشكلة وحيدة وهو عدم الصبر اول ما تفتح الواجهة هذه اول ما تضغط على جولد سبين خلاص يعني يقول لك ما في انف يعني نوت هاف جولد يعني ما معك ذهب كافي فانت تصبر شوي لين ما تحمل الصفحة بالكامل وتظهر الفلوس حقتك من الجانب الي صار اوكي فبتضغط على الجولد سبين وتختار اي نوع جولد سبين مثلا بختار عشرة اوكي فمعليش انا بوقف الفيديو لين ما يخلص هذا التحميل لان النت ابو كل فكان لعبت سبل للاسف بس نسيت مشغل الفيديو بس جاتني هذه الهدايا طول العمر شوف اشياء مره خرافية آه جالي البمبكشن يا جماعة جالي سكن للبمبكشن دائم والسكين يعني يعطي قوة مره خرافية للسلاح وجاتني هذه الملابس وجاء جال الصندوق ولا المهم يا جماعة هذه أول نقطة تجمع بها هدايا، ثاني شي بنروح نشرح الإيفنتات واللعبة ضافت إيفنتات كثيرة واللي منها بيزا اونر مانثلي ميمبرشيب يعني هنا يقول لك لازم تشتري الميمبرشيب الشهريه وهنا الم... لا ما عليكم من هذه المهم ثواني كذا هذه المانسلي ميمبرشيب وهذه يا جماعه المانسلي ميمبرشيب اللي ما يعرف المانسلي ميمبرشيب هذه العلامه البطاقه اللي بيها جواهر تضغط عليها وبتجيب لك هنا هم ويكلي ميمبرشيب وهنا مانسلي ممبر المهم يا جماعه فثاني شيء عندنا اللي هو بكام ممبر اوف جايلت اند فايت ويز يور نيو فيلو هنا يقول لك يا طول العمر عشان تحصل على هذا مظله الشتاء يقول لك لازم تنضم لقايلد او كلان عش تلعب يعني جيم وبتاخذ هذه الاشياء اوكي وانا يقول لك يعني يعني تذبح تذبح خمس اشخاص وتاخذ آه هذا عشر اشخاص وبتاخذ هذا خمسة وعشرين شخص وبتاخذ هذا اوكي هنا يقول لك وزن آه مود اوف جيت آه جولد هنا يقول لك العب آه اي مود يعني تلعب مثلا اكثر اذا لعبت آه 16 مره بتاخذ آه خلاص بتاخذ كل آه الذهب هنا يقول لك هنا توب اب انت لازم تشحن هنا جواهر، لازم مثلا تشحن خمسة الاف جوهر عشان تاخذ ألف خمسمية اوكي؟ وهنا آ... ويكلي ميمبر شيب، الويكلي من بعد هنا جماعة آ... اللي هي هذه آ... لونها ازرق، ويكلي من اوكي؟ فبس والله وهذا ايفنت قديم، وهذا الايفنت اللي انت حين ما تشحن تاخذ السلاح. السكين للسلاح هنا هذا يعني لو شخصيتك جديدة فبس والله ما بدي اطول عليكم بالمقطع وان شاء الله في مقطع مرة خرافي بالليل بوريكم شلون تحصلون السكنات مرة خرافية مجانا فيلا خلينا نوصل ذا المقطع 500 لايك ومع